اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله ابدا من الصفر. النهارده هنتكلم على صوت اللونج اي. لونج اي وهنا صوتها بيتنطق بالظبط زي اسمها، فبنقول اي اي، زي مثلا كلمه بي اللي هي يكون، وي نحن، مي ملكي، ايفن. بصوا بقى هنا معايا عندنا دبل اي. اول واحده اتنطقت لونج فنقول اي، الثانيه شورت اي اي في، ايفن ايفن اللي هي معناها حتى. بي بي نحلة، فري مجانا، سي يرى، تري اللي هي شجرة. فهنا نفس الصوت الكتب على دبل اي بس في الاخر. ممكن كمان الدبل اي دي تيجي في النص فنقول فيت فيت اللي هي معناها اقدام، ديب عميق، ميت يقابل، كيب يحتفظ، ويك اسبوع، سيك يسعى الى، ليك اللي هو الكرات، او green يعني اخضر. طيب تعالوا كده نعمل مراجعه سريعه على الاصوات او الفاوز اللي احنا خدناها من اول السلسله لحد دلوقتي. انا هقول او هكتب الصوت، هكتب الكلمه وانتوا هتنطقوا الصوت بتاعها، وبعد كده انا هنطقها ونصحح لبعض. اول كلمه معانا very good، band band. طبعا هنا صوت الـ A اتنطق اه اه اللي هو short A band. تمام. الكلمة التانية excellent، take take. هنا صوت الـ A اتنطق A اللي هو long A، فنقول take عشان طبعا هنا في A في النص و E في آخر الكلمة. الكلمة التالتة egg egg. طبعا هنا صوت الاي اتنطق شورت اي فنقول اي اي ايج. تمام. لو حاسس ان انت ناسي حاجه منهم حاول ترجع الفيديوهات القديمه وتراجع على الاصوات. استنونا في حلقه جديده من سلسله ابدا من الصفر. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب.